بيني وما بينه كل ما بعرف ان هو كان بيبقى معاها كلمها شافها عمل موجود في حد بالفعل في الحياة. بدأت المشاكل تكتر تكتر سنة واثنين وثلاثة لحد من سنة ونص بالظبط. حصل هو بيقول ان انا براقبه وعاملة سبوت كده عليه. لا خالص، احنا الشركة كان فيها اكاونت فيها ميل، الميل ده كان مرتبط ما بيني وما بينه. كنت ببقى قاعدة في البيت هنا في المقطم، يجي لي ان الطقس في الزاوية الحمراء ممتاز مرة على مرة على مرة. انا مش قاعدة في الزاوية الحمراء. مين قاعدة في الزاوية الحمراء؟ محمد مع اللي هي الزوجة او ايا كانت التانية دي، اللي بيقول انا براعي فيها ربنا مرتب شهري بس. لا لا، يعني كان في مشكلة بينك وبينه حقيقية خمس سنين؟ اه، بسبب البنت دي. نفس الشخص؟ هي الشخصة واحدة ما بتتغيرش بقالها خمس سنين ثابتة، وبيقول ان هو بيراعي فيها ربنا، بيراعي فيها ربنا بمرتب شهري. لا هو ما كانش مرتب شهري، هو كان في قعدات وزيارات لحد من سنة ونص ما الاكاونت بتاعي قال لي برضو ان هو في الزاوية الحمراء. انا دخلت على الماب، رح شفت اللوكيشن، رحت ركنت جنب عربيته، قلت له انزل. نزل قال لي انا مطلقها، انا اتجوزت. الاول قال لي انا اتجوزتها، اتخانقنا ومش عارفة ايه واتطلقنا. وقال لي والله العظيم اتطلقت، دي اول طلقة من سنة ونص. قال لي انا اتجوزتها رسمي وحب ان احنا يعني برضو انا لسه كنت ومش قادرة اصدق. المهم حصل طلقة، انا ما اتطلقتش ولا مرة رسمي كده، ما فيش شركة لسه، احنا ما اتكلمناش في شركة ولا فلوس ولا ماديات ولا توكيلات ولا اي حاجة خالص. انا مشكلتي ايه في البيت؟ مشكلتي كذا فلانت الفلانية. المشكلة في الحياة اللي دايما بتصادف معايا انا ومحمد، مش بتصادف، هي دي الحقيقة وده الواقع، ان كل ما حد يتدخل في حياتي حياتي تخرب، ما بتعمرش، ما فيهاش عمار، ما فيهاش كلمة طيبة، ما فيهاش اللي بما يرضي الله. دي كانت بداية مشاكلي في بيتي، والشغل ماشي زي ما هو. بعد كده خلاص تعايشنا وكملنا. طبعا رجع التاني تتواصل معايا، بيبقى الموبايل مثلا بناكل والموبايل يرن، الاقي مسج من فلانة بنعمل مشاكل. بصي فين المشاكل اللي ما بيني وما بين محمد؟ مفيش مشاكل اصلا ما بيني وما بين محمد. ودايما ما كانش في مشاكل ما بيني وما بين محمد الا بدخول الناس. اول ما حد بيتدخل في حياتي ده كان بيحصل مشاكل. الست جيهان كانت بتشتغل معانا في الشركة، بتشتغل معانا قاعدة على الحسابات. فوالدته مفيش مشكلة، حماتي على راسي،